فضيلة الشيخ يسأل هذا، يقول هل لابد من لطالب العلم من حفظ المتون أم الاقتصار فقط على قراءتها والفهم فيها؟ لابد من الحفظ، العلم لا يكون إلا بالحفظ مع الفهم، ولن يفهم إلا إذا حفظ، وإذا فهم بدون حفظ فإنه يطير ما عنده، ساعة ما يغادر المكان ينسى، لكن إذا حفظ الأصول وشرحها عند العلماء والمدرسين الأكفياء إنها تثبت بإذن الله، يكون عنده مرجع. ولهذا يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول هي المختصرات في العلوم. نعم.